اسمي محمد مغربي، عمري 12 سنة من مخيم بلاطة. حياتنا بطلت زي أول، عشنا برعب، يعني بأي لحظة القوات خاصة بفوتوا. أحسن غرفة، أأمن غرفة بقعدوا فيها، بسكروا الشبابيك وكل إشي، يعني بأمنوا الدار عشان يعرفوا شو اسمه، يعني يرتاحوا وما يصيرش فيهم إشي. هنا بنعمل فجر العظيم كل مرة، يعني مرة واحدة دخلت القوات خاصة جوا السوق بصين، مرة واحدة الشباب انتبهت فكلهم فاتوا جوا، ويعني التمسوا الختائر والشباب فاتوا، مرة واحدة كلهم فاتوا على الجامع من الختائر الشباب يعني، وكل الأولاد، في ناس بتحب تحضر، أولاد كبار صغار كلهم بيحبوا يطلعوا بفجر العظيم، بس مرة واحدة دخلت القوات خاصة من السوق. يعني فوق ما احتليتوا أرضنا وأخذتوها وزي ما بدكم، بدكم مش تخلونا نلعب بالحارات، يعني لو احنا انتوا حريتكم بتروحوا على البحر وبتطشوا وبسروين، واحنا المخيم احنا حريتنا نقعد بالمخيم قاعدين، تطبوش فينا ولا نطب فيكم، بس انتوا غدارين. احنا نفسنا نلعب فوتبول زي العالم، يعني بأي لحظة فات شيء، أي لحظة بتشوف قوات خاصة، يعني قوات خاصة لسه من الجيش، يعني مين ما بيشوفه بقتلوه عادي، فيش عندهم إشي ولا زي صار إشي، هم والجيش يعني واحد، يعني واحد بيكون طالع من دوره بده يشتري حمص وفول هيك عنا إحنا، يعني بده يكون طالع يشتري على الشغل على المدرسة وين ما كان، يعني باحتمال يفوت قوات خاصة ويستشهد، يعني فيش عنا منفس. يعني زي بزتونة كان اللي استشهد كان حرام ماشي، مرة واحدة يقول لك هو تخصى شافوه، يعني التقوا فيه مرة واحدة فتحوا عليه، أول شيء طخوه طلقين رفع راسه، بعدين رد طخوه 5 طلاق استشهد الله يرحمه. يعني إحنا نيتهم هم الأطفال، يعني اللي من باقي الدول بكونوا مكيفين، أما إحنا يعني فيش إنا منفس نطلع، يعني العيشة عندنا مش أمان، يعني بتصحى من النوم تطلق نار اقتحام قوات خاصة شهداء كل شي بدك إياه بتصحى عندنا. إحنا نفسنا نعيش بأمان، بس يعني الاحتلال مش معطينا الأمان، طول ما فيه جيش فيش عندنا أمان.